مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من أمام مطار محمد الخامس، حيث بعثة الأهلي المصرية ستغادر في هذا الأثناء مطار في اتجاه مطار محمد الخامس للالتحاق بدولة مصر بعد تتويجهم بلقب عصبة الأبطال الإفريقية. فرفاق السلطان بدر بنون بعدما فازوا أداء ونتيجة على فريق الأهلي المصري، فحافلة الفريق تغادر في هذا الأثناء صوب مطار محمد الخامس بعدما توجوا بلقب كأس عصبة الأبطال الإفريقية على حساب فريق كايزر تشيفز بثلاث أهداف لصفر. هذه المباراة اللي جرت أدوارها على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فقد عرفت تنظيم محكم، وهذا ما عهدنا على بلدنا الحبيب. فكما كتشوفوا فالوفد اللي كيرافق الان حافلة الفريق فهو وفد كبير، فالحافلة الان على بعد امطار قليلة من الوصول الى مطار محمد الخامس. فالأكيد انكم مشاهدي قناة شوف تيفي تابعتوا معنا جل رحلة فريق الأهلي المصري منذ مجيئه الى منذ اول يوم الى المغرب من خلال التغطيات ديالنا، فيديوهات تدريب وصول الى الفندق، كذلك زيارة بعض الجمعيات الرجوية للاعب بدر بنون. ثاني لقب افريقي للاعب الرجاء الرياضي السابق بدر بنون بعدما فاز باللقب الاول كأس الكونفدرالية رفقة فريق الرجاء الرياضي. فالان بدر بنون يتوج رفقة الاهلي المصري كبطل افريقيا بعدما فازوا بلقب عصبة الابطال الافريقية على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي.